احنا محمديين اسلاميين على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، هو قدوتنا، ونرجو الله سبحانه وتعالى منه شفاعه في الاخره، اللهم امين، بانتسابنا لك يا رسول الله. لكن خطاب متطرف يميني اقصى اليمين، وخطاب متطرف شمال، محدش يطلع يتكلم في الاسره ولا تقبلوا اي كلام الا من الثقه المؤتمن ذو علم حقيقي، مش سكريبت محطوط واي حد يطلع يقرا. ايه الكلام الفاضي ده؟ وتيجي طرف تقول لك ما كذا، انا رافضه. يا بنتي في حاجه صح؟ لا، ما هو السكول طالما بقى كده. طب ويرفض ورفضت ايه؟ كلمه نصيحه السيده زوجة سيدنا بالدرداء، كنا نكلم ازواجنا كما تكلمون امراءكم في احترام. وتقول لك لا، ما خلاص رفضت اللزاجه، فلك خلاص بقى خلاص. لا، ليه كده؟ خلينا وسط في الكلام، خليكي متزنه في كلامك، ولا تقبلوا اي نصيحه الا من الثقه المؤتمن ذو علم حقيقي له مرجعيه شرعيه. ده على راسي ساعات، ممكن على راسي ايه كذا. واسمع، الاقي اخت لسه ما شاء الله لسه جايبه على موضوع الجندره ابحاث علميه، وان شاء الله نعمل لكم حلقه كامله على الموضوع. اللهم بارك، اللهم بارك عليها. قلت لها الله ينفع بيكي والله، اعمل لك، بصي اعمل لك ملتقى كامل عشان ليه نشر علم حقيقي بمرجعية إسلامية. قال الله، هو ده سقفنا، هو ده حالك. الله عز وجل خلقنا، وهو اللي حاطط كتالوجنا، هو اللي يعرف ايه اللي يصلحنا. لكن نشط أقصى اليمين ويجي الفرعون بقى يصور لايف وهو مني حياتها. لا إله إلا أنت سبحانك. منظر العيال دول، عايزين ده عيالهم دولت في صدمة حقيقية وتروما حقيقية، هيبقوا محتاجين دعم سنين. ايه ده؟ ايه اللي جرى في الدنيا؟ ناخد، انا بقول لكم اهو، ناخد حاجه واحده فقط، الثقه المؤتمن ذو العلم الحقيقي ذو المرجعيه الشرعيه، قال الله وقال رسوله، باتزان. ده اللي انا بقوله. وما تيجي واحده تختار بيتها، اختارت بيتها وعيالها، انت ما يا ستش حشرك يا ستسيبيها. ما سيبيها، هي راضيه وسعيده.